ألام الزمان الحاضر لا تقاس بالمجد العتيد أن يستعلن فينا. دائما في إشي أكبر أهم أفضل أحسن خطة مش شايفينها يمكن، لكن الله في له أبعاد أكتر بالموضوع. صدقني يا سيس نزار لما يقول كده الرسول بولس خفت ضيقتنا الوقتية تنشئ لنا أكثر فأكثر ثقل مجد أبدي. شوف خفة وثقل ثقل. مجد أبدي، الوقتية والأبدية، إيه ده؟ لما يقول كل الأشياء تعمل معا، وأنا بحس كده يعني، ويقول الرسول بولس شاكرين الآب الذي أهلنا لشركة ميراث القديسين في النور. لما يقول شاكرين الآب الذي أهلنا، كيف يؤهلنا؟ إزاي بيأهلنا الملكوت؟ صدقني أقول الصدق في المسيح لكل مشاهد بيشوفنا الوقت، أشكرك يا رب على كل أزمة سمحت أن أدخل فيها. أتريك بتؤهلني للملكوت وأنا مش واخد بالي. ويمكن لولا الأزمات ولولا الضيقات والضغطة اللي مرات بنتحط فيها ونصرخ يا رب إيدك معانا، يا رب مد إيدك وإنقذنا، فهو بيؤهلنا. بيصيغ فينا، بيشكل فينا، بيصنع منا أفضل وعاء. لما نقول في الترنيمة أيها الفخار الأعظم، هو الفخاري هو بيصنع إزاي؟ وبياخد الوعاء يحطه فين عشان في الآخر يطلع وعاء جميل كده. عمل فيه إيه وصاغه إزاي وشكله إزاي؟ أنا وإنت يا سنزار لولا الألم، لولا الأزمات، لولا الضغوط، صدقني ما أعرف كنا بين إيه.